اهلا 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 يا حاج دردري، نورت الدار. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، عامل كيف انت وعيالك؟ عليه يا حاج، انا لسه خلفت. لا ان شاء الله بكره تخلف، بس ربنا يرزقك ببنت الحلال. حاج دردري انا جوز بنتك. بنتي؟ بنتي انهي هديه. هديه. معلش يا ابن قصي، بقالي ثلاث ساعات تايه في السكه لما نفوخي ورم. والراجل الحمار اللي كان قاعد يوصف لي السكه في التلفون ما عرفش يدلني على الطريق خالص. حمار ايه يا حاج دردري؟ انا ما علينا يا حاج، تعال انا اعرفك. جوني ده يبقى الحاج دردري ابو هديه. بجد والله؟ والساب مان. وده عارفه سهير شلبي. وحشانة يا ستي وحشانة، من ساعة تاكسي السهرة ما شفناكيش. انت فين؟ معلش اصلي بعت التاكسي وهجيب توك توك. هو ايه النظام؟ ماله ده؟ سهير ايه بس يا حاج؟ سهير ايه؟ ده اخويا جوني، اخويا التوأم. سبحان الله، فولة واتقسمت نصين. هو بسموك ايه ده؟ بسموك ايه بس؟ اطلع يا حاج، اطلع فوق اطمن على بنتك. بنتي؟ مالها؟ جرى لها حاجة؟ بنتك حامل وعلى وش ولادة. حامل؟ بنتي حامل؟ يا مصيبتي، مين السافل اللي عمل فيها كتير؟ هو نفس الحمار اللي كان عم يوصف لك الطريق. اطلع يا حاج. ايوه ما انا لازم اطلع، لازم اعرف منها كل حاجة، لازم اغسل عاري بيدي. اطلع اغسل، اطلع اغسل فوق، اول اوضة على اليمين. يلا يلا فوق. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا ازاي سابينه كده؟ طب ما تودوه دكتور. جبت البعيدة، ما احنا وديناه الدكتور، امال وديناه للعرفيين. ثانية واحدة يا جوني، بتكلم مين يا حاج انت؟ انا عارف واحد رزل قاعد يرن لي، ما خبيرش عايز يهدي. يا دي المرار الطافح. انا يا حاج، انا اللي عم برن لك. وبترن لي ليه؟ عايز حاجة؟ بناخشك، بدلع عليك. اطلع يا حاج عاد. اطلع اعمل ايه؟ تغسل عارك. ايوه اغسل. فيري ويرد، دي راحت منه يا معلم وشكلها مش راجعه تاني. خليك منه، اقعد. ايه موضوع سفر امريكا ده؟ زي ما قلت لك يا كبير، لازم اروح امريكا وشكلي مش راجع تاني. ليه؟ موضوع التمثيل ده شكله هيظبط هناك يا معلم. بعد ما اعمل فيلم تايتانيك 2 اكيد مش هبطل اعمل افلام. اديك شايف ليوناردو دي كابريو بعد تايتانيك 1 ما عادش في البيت، قاعد ينحت السوق كله. على قولتك تلقاها في كل حاجة، ما في كل حاجة. طب وبعدين؟ هتسيب البلد تضرب تقلب كده؟ انت نسيت ان انت العمدة؟ البركة فيك انت يا برو، انا قررت ان اتنازل لك عن العمودية. سيبك من موضوع العمودية ده، ود اخوك اللي هيتولد ده مش هتشوفه؟ ولا مش فارقة معاك؟ ازاي مش فارقة معايا؟ ده انا هموت واشوفه، بس يعني لازم اكون في امريكا بعد بكرة عشان نمضي العقد. والعقد ده هيطير، ما تقول لهم هتقعد يومين ثلاثة لحد ما البت تولد. مش هيستنوني يا كبير، بعدين بصراحة أنا خايف يعني لو اتأخرت عليهم يدوا الدور لحد تاني، ممكن جدا يدوا الدور لروبرت دينيرو ولا الباتشينو. بعدين أنت ما ترضاش فرصة زي كده تضيع عليا صح؟ لا ما أرضاهالكش. شوف مصلحتك فين وتوكل على الله. لو مصلحتك في السفر سافر يا ود أبوي. منور والله يا ابوي، وانت عامل ايه دلوقتي وصحتك عامله ايه؟ نحمد الله يا بدي. وهنادي اخبارها ايه؟ هنادي 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 مين؟ هنادي اختي بنتك يا ابوي. وي وي وي، ما انت عارفه عاد الدنيا تلاهي، وفين وفين اما نشوفوها. واه فين وفين اما تشوفوها؟ كيف يا ابوي؟ هنادي دي اللي قاعده معاك. لا هنادي اللي قاعده معي، اللي قاعده معي الصغيره. ما الصغيره هي هنادي يا قعمره بربه. ده انا طول عمري بقول لها يا هند. هند مين يا بوي؟ اللي قاعده معاك الصغيره دي هي هنادي. الله، امال هند دي الناهي؟ هند دي اللي اتجوزت وقاعده في اسيوط. الله، اللي قاعده في اسيوط دي مش هديه يا مراري؟ خليه يخش. هو مين ده؟ مراري. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا اهلا، ازيك يا مراري؟ ايه اتفضل اتفضل اقعد، ثواني انزل اندهلك الكبير. يا ريت، انا لسه كنت حفتحك في الموضوع ده، داني عايزه ضروري. شوف انت هتلقاه فين؟ بعيد عن الدوار بكيلو عند الترعه. امر جنابك،
يا كبير مراري مزنوق فيك، عايزك ضروري. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبوك دي حيجيب لي لطف اليومين اللي قاعدين بحضانة. معلش يا كبير، خده على قد عقله. أخده على قد عقله أكتر من كده. إيه معلش، أنت الكبير برضك. هو الكبير هيلقاها منين ولا منين؟ مالك يا كبير؟ نزلوني كسب في مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا دي. أمانة صح؟ هيمثل خلاص؟ إيه. طب وإيه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ وقال لي إنه هيسافر ما معودش. ما معودش؟ ليه؟ لازم يقعد جار شغله. طب وهيسافر متى؟ بكرة عشية طيارتها تطلع من مصر. ما هيستناش المولد؟ بلا ما أخزي، هو الكبير قاعد هنا؟ أيوة حد، أنا جاي لك. أمرني. بقى يا راجل أنت قاعد هنا وأنا قالب الدنيا عليك برا. خير؟ فيه راجل قه كده سأل عليك، اسمه مراري. وهو فين دلوك؟ أنا سايبه قاعد فوق مع هدية. طبعاً إذنك يا هدية، ما روح أشوف الراجل اللي قاعد معاك. يلا يا حج، يلا يا حج، أوديك الملاهي تلعبوا التويستر. مين دي؟ إيه هنانانانانديه. حب على يدك. يلا يا حج، يلا. جوني، انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش هتحضر حاجتك ولا ايه؟ اه ابقى احضرها. حضرها. طب يلا دلوقتي عشان بكره ما تبقاش مستربع وانت بتباك. وانا ايه؟ بتباك. لا لا ما تقلقش، ما يعني هتصرف، هحضر الحاجات. جوني في ايه؟ مفيش. جوني في ايه؟ بص انا بصراحه يعني مش عارف، ما كنتش متخيل اني ابقى متضايق كده وانا مسافر واسيب البلد كده. خلاص مش هشوف الكبير تاني ولا هدية، حتى البيبي اللي مولود جديد ده مش هشوفه. يا معلم هما اكيد هيبعتوا لك صورته على النت وتشوفه وتفرح بيه وكل حاجه. يعني النت مش زي الحقيقه برضو، مش هبقى شفته في الحقيقه. بعدين في حاجه مأثره فيا قوي، الكبير كان متضايق قوي انا مسافر. متضايق ايه وبتاع يا معلم؟ انت هتمشي من هنا والكبير هيرجع للعموديه تاني وكل حاجه تبقى زي الفل، هيزعل منك ليه يعني؟ انا حسيتها، كان متضايق قوي اني مسافر، وبعدين ما كانش فارق معاه خالص حكايه العموديه. طب ما هو لو الكلام كده بقى يبقى اكيد الكبير هيبقى فرحان جدا ان انت هتروح وتحقق حلمك وتبقى نجم ومشهور. بص انا وعدك انك اول ما تنزل امريكا هتنسى كل الحوارات دي بالظبط زي ما كنا جايين. انت مش كنت زعلان انك سايب امريكا وجاي على هنا؟ يا ماشي ماشي. انا بص انا كده كده شويه كده وافك يعني. لا يلا تشير اب. يلا بص انت امشي بس سيبني في حالي كده وانا افك لوحدي. جوني تشير اب. ايه يلا هتوقعني يا ابني. ايه في حد يفك حد كده؟ انت مجنون. ام سوري. امشي 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 يا توماس امشي. اوكي ام سوري. هيرب لا فصلني من الموت، فصلني من الموت. بروح حتة تانية أزعل فيها. خش. هدية ازيك؟ How are you doing؟ الحمد لله نحمد ربنا. احنا كنا جايين عشان نسلم عليكي، هتوحشينا قوي يا هدية. وانتي كمان يا حبيبتي هنتوحشوكي اكتر. طب المستعجلين كده ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا الاول. معلش بقى يا هدية، لازم نروح كايرو دلوقتي عشان نلحق ميعاد الطيارة. طيب توصلوا بالسلامة ان شاء الله. والله هنتوحشوك يا سي توماس. ايه ده بجد؟ يو تو يا هدية بجد، انتي كمان هتوحشيني. هدية عايز اطلب منك طلب، بليز نفذيهولي. اول ما تخليه في الواد عايزك تصوريهولي، بس بكاميرا تكون على الاقل 21 ميجا بكسل، بلاش كاميرا الموبايل الحقيره، بتطلع شكله غريب من اخيره عامله كده. وبعتيها لي على الميل بتاعي blondie@hotmail.com. ما هو باين انك ملهوف قوي عشان تشوفه. طب اعمل ايه يا هديه؟ اعمل ايه؟ مش بايدي والله، اكل العيش مزز. لا يا اخويا سافر، احنا برضك نحب لك الخير، بس صدق اسال علينا يا سي جوني، ودنا لو حتى بالتلفون.
تليفون ايه هديه؟ ما الدنيا اتطورت خلاص يا حبيبتي، دلوقتي في ويب كام، في سكايب. بليز بليز ما تخليش الكبير يسميه الاسم الغريب اللي عايز يسميه له ده. العتره الكبير الكبير قوي، الواد هيطلع مشوش يعني، العيله مش ناقصه فريكس. حاضر يا سي جوني. هديه ابعدي لي. ربنا يكرمك وينجح لك المقاصد قادر يا كريم يا جوني يا ابن الحجه سمنتي. حتوحشيني قوي. وانتو كمان. يلا عاد اتكلوا على الله، الاحسن انا دمعتي قريبه وما هستحملش العجد دي. Me too. I'm so sensitive. سلام عليك. ايه ده؟ هما السياح دول جم منين؟ ويلكم ويلكم. This is هدية بنتي وThis is ابوها. دول مش سواح يا ابوي، مش سواح. مش سواح كيف؟ يا سواح. ايه ده؟ كفايه البغبغان الزنجباري دي، ده ما فيش منه في مصر خالص. انا قلبت الدنيا عليه. النوع دي قطع معاك كام دي؟ لا ده انا اخدته هديه مع الايبود. هديه. طيب يعني لو فيه منه خلفي ابقى عين لي واحد بس من النوع اللي فين جناحاته. لا ما انا نتفته يا حاج عشان ما يطيرش مني. ايوه ايوه ايوه. تعال يا بوي تعال اقعد هنا، انت ما اكلتش من الصبح. تعال. واني ما اكلتي؟ لا يا بوي، وانا بقول مالي هفتن كده ليه؟ يلا انتم مع السلامه، لحسن لو قعدتوا ما هتخلصوش. جود باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي يا بي. قول يا ابوي، قول يا ابوي انت ما اكلتش. واني ما اكلتش؟ لا. ايه انا بقول مالي هفتان. الحمد لله شبعت. خلاص السجون، الشنط نزلت كلها وبره مع الست أشلي وزي توماس. قلبي ما بيستحملش اللحظات دي بقى. والله حتتوحشني قوي يا سجوني. خلاص خلاص يا عم جابر، الطيارة هتفوت يا عم جابر. اهدى يا عم. السلام يا سجوني. ايه نويت خلاص؟ ايوه يا كبير. والله يا اخي يعني بالرغم انك كنت تافه وبارد وقرفنا معاك، بس الدار دي ما يبقى لهاش حس من غيرك. انا ما كنتش اتوقع ابدا انك تبقى زعلان لو انا مشيت، والله ولا انا. بس زي ما تقول العشره يعني، انت اخويا برضك مهما يكون يا جوني. او ماي جاد، انت طلعت سنستف يا كبير. امال انت مفكر ايه؟ احنا يعني لو مع 20 بهيمه كنا هنزعلوا عليها. بص انا اي ثينك انت تقصد حاجه حلوه، بس التعبير خانك. انا اقصد يعني ان انت معزتك عندي اكتر من كل البهايم. خلاص خلاص يا كبير، انا بص وصلني الصوره بيرفكت. انا عايزك سؤال، انت من جواك مش زعلان مني؟ شوف انا في الاول كنت زعلان عشان ما تحضرش الولاده ومش هتشوف البيبي، بس يعني ما اكرهلكش الخير. انا في ديك الساعه لما تنجح تبقى نجم. يعني اكيد اكيد مش زعلان مني؟ لا ما زعلانش، بس هزعل لو ما سالتش علي. ازاي ما اسالش عليك؟ ده انت اخويا الصغير يا كبير. يعني انا خايف يعني جو التمثيل اللي يخليك تنسى اهلك، تطلع في التلفزيون تقول الفضل يرجع للمخرج والفضل يرجع للمنتج والفضل يرجع للربراب وتنسانه. ما تقلقش انا عمري ما انساك ابدا. تعرف انت هتوحشني جامد جدي، وانت هتوحشني جامد ستي. باي يا كبير. سلام يا ولد ابوي. خلاص بقى يا هدرس. هدرس ريلي ايل ميس يو. اني كمان
ايه ده؟ انت فاهم يعني ايه الميسيو؟ ادرس انا هديك حاجه عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ ايوه ريلي. ادرس اوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملهوش بديل؟ سو كيوت. هنتشوقوا ليكي يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيك بوك عشان يبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا تقولي عليه. طيب انا مسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرز. اهدى 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 هدرس اهدى اهدى، مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي، لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري، وانا هخش بالشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش، انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. لا. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس لوك تو مي لوك تو مي، انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعة. هتموت يا مجنون. مش مهم، اقفل عليا اقفل عليا. هدرس قوم، مفيش راجل بيعيط. تعالى يا بيه، مفيش راجل بيعيط. جود بوي. أول ما أوصل أمريكا هبعت لك تذكرة على طول. لو حصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبة لهم، مش هيفهموا ستايلك ده، ساعتها هبعت لك شنطة أكبر وأحط لك فيها كمان زبيب وسداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعة. بجد؟ أنا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو ألف سلامة يا جيني بيه. ما أحبش بوس الشباب لبعض. بلا ما أخده، هتوحشنا قوي. كنت عاوز من جنابك خدمة صغيرة كده يا جوني بيه. أمرني. يا ريت جنابك أول ما توصل على الولاية المتحدة يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل أنا لو الولا هدرس والحاج أمي وإخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. ما أنا خابر لسه ما تصورش، فعاوز جنابك أول ما توصل أمريكا تبعت لي 5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس وأمي والحاج. ماشي هبعت لك 5 تذاكر، بس أنتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في أمريكا يعني؟ لا يا أمريكا إيه؟ هو ما هينزلش هنيه ولا إيه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنابك تبعت لي 5 تذاكر من الولا المتحدة. طيب بصوا بقى، أقول لك على حاجة، أنتوا إيه؟ خدوا ادي 100 جنيه اهي، هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا ايه؟ لا دي امسك يا عم. لا ادي معاك. لا تيجي، ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. مش ادي معاك يا سيدي. مجنون ده ولا ايه؟ سيدوني ادي معاك. لا يا سيدوني خلاص عادي يا عم جابر، انت هتقلب مسلسل تلفزيوني ولا ايه؟ السجوني حيتوحشني قهوه كبير. وحشتني كمان. خلاص يا عم جابر خلاص عاد. انقرف ده تعمل ايه؟ السجوني يا كبير بلم أخزي، لكون جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ عاوز ايه انت؟ في واحدة قاعدة في الأوضة دي، بينها الأوضة دي مالها؟ بينها بتولد. بوه هدي ومتصربع كده ليه؟ يا مرمي ربي يستر. استر يا رب. يا دي الفال الاسود، تبكي ليه انت؟ فرحان يا كبير، فرحان اني هشوف ولادك وهشوف احفاد الكبير قوي. وهي دي طريقة تعبير عن الفرحة يا راجل انت؟ يابا خمرت عقلني. يا رب استر يا رب. هي البت اللي بتصرخ جوا دي تكون
تكونش عامله عملي ولا بانها سرقه حاجه؟ سرقه حاجه ايه يا حاج؟ انا ناقصك انا كمان. امال بتضربوها ليه؟ عشان احنا زباله واخلاقنا واطيه. دي بنتك يا حاج بتولد. الله، هديه هديه حامل. الحمد لله، يا الف نهار ابيض، يا الف بركه. طب مش تقولوا لي وانا مش ابوها ولا يعني عايزيني اعرف ساعتها ايه زي الغرب؟ ما قلت لك يا حاج احنا زباله. هتكلم مين يا حاج؟ هتكلم مين؟ اكلم الكبير جزء ولازم يعرف. طب قول لي عايز تقول له ايه؟ انا هشوفه كمان شويه. ايوه قول له ان هديه مرته الحمد لله نجحت في الثانويه العامه. قلتم؟ ايوه قلتم من حاجك، ما انت فرحان، هو في حد جدك؟ مبروك يا كبير، الف مبروك. طمنيني، واد ولا بنت؟ بسم الله ما شاء الله، زي القمر يخرب بيت ابوكم. الحمد لله على السلامه يا بقره. قطعني، قصدي اقول الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك يا كبير يا ابو العيال. بس تعرفي العيال دي مش شبهي خالص. اوه، امال شبه مين؟ شبه القمر يا قمر. زغردوا زغردوا يا حبايبي، زغردوا جدو جدو يا هدية. لفين العيال أوكلهم؟ شكلهم جعانين. حتأكلهم إيه يا حاج أنت؟ موز. موز إيه يا أبوي اللي هتوكله لهم؟ أقعد يا أبوي أقعد، ريح عشان خاطري. طيب أروح أني أعمل لهم سندوتشات ياخذوهم معاهم وهم رايحين المدرسة. إلا صحيح ما في سنة كام دلوقتي؟ دفة تانية أول ودفة تانية تالت. أقعد يا حاج ما طلعش عين اللي خلفونا. هاي ألف حمد وشكر ليك يا رب. طلبت منك واد جبت لي تنين. تعرف يا بت العيلة عندينا كلها تقدر بيجيبوا توائم على طول ما عدا جدي يا بترك. بالك يا كبير، خلفة الولاد أحسن بكثير من خلفة البنات. سألني أنا عندي سبع بنات و ولدين، باين هم ولدين وست بنات لو حسب. انا عندي اربع بنات وظابط. تعمل ايه يا حاج انت؟ هو هني نص ممكن؟ لا هني كتزيري. اطلع برا يا حاج، اشرب سيجاره برا الدوار لو سمحت. عندك حق، انا اسف. ايوه هطلع انا كمان عشان ايه؟ احضر السندوتشات بتاعت الاولاد عشان زمان الباص بتاع المدرسة جاي عشان ياخدني. أبوك ده في البلالة. سيبك أنت، أنا الفرحة النهاردة ما ساعدنيش. ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويبقوا عزوتك قادر يا كريم. اللهم أمين. وتفرح بيهم يا هدية، يا أحلى هدية بعتها لي ربنا. تكسفنيش عادي يا كبير. امشي اطلع برا يا راجل يا الاحسن. امشي، ما نكسرش خم النهارده. ليه يا كريم؟ ده انا فرحان لك والله. دي خلقت واحد فرحان، امال لو زعلان هتبقى كيف؟ خلاص خلاص يا كريم، ما حدش تاني. بس خليني الفح العيلين دول على كتفي يا كريم. روح خلص عياط الاول ونف وامسح ايدك بويبز وتعالى شيلهم. مين اللي هيربيهم غيرك يا راجل يا طيب؟ بر 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 امشي. وقف الباب وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راجل نكد، خميرة نكد. قسما عظما يا جابر لو ما مشيتش دلوقت لاجي مكسر نفوخك. مش انا اللي بخبط يا كبير. امال مين؟ Guess who's back؟ اهدي جوني، انت ما سافرتش اياه. ده اسمه كلام برضه يا كبير؟ اسافر ما اشوفش ابن اخويا؟ والله فيك الخير يا ود ابوي. يو تو براذر. الحمد لله على السلامه يا هديه. الله يسلمك يا جوني، تعال شوف ولاد اخوك. وات؟ ولاد؟ نو واي. انت عملتها برضه يا كبير؟ تو توينز. هم فين ولاد الكلب دول؟ ايه الحمريه دي يا عم انت؟ يا مرحب. الله يخليك. أني أبص للإنسان قدامي أعرفه من شخصيته. ربنا يخليك. الملامح والوجه الجميل دي
والمنخار الكبير دي والعظمه دي. الله يكرمك يا حبيب الحاج. الله يكرمك، لو في حد ياخد لنا صوره معاك كده عشان اتشرف بيها. دي حاجات يعني بسيطه كلهتش مستاهله. يا راجل عيب ما تتواضعش، سماهم على وجوههم. الله يكرمك يا حبيب الحاج، ربنا يخليك. ده يعني انا اللي كان هواني مين؟ جلابك يا حبيب الحاج درديري. ايوه درديري، امال الباشا هيبقى مين؟ لا ما انا بجالي ساعه بقول لجلابك انا فزاع غفير الكبير. قم في الزعمة في عينيك، هات لي كعب شاي. أمر جنابك. فزاع وغفير، هو الكبير بيشغل روس عنده. صباح ال السلام عليكم. وعليكم، في إيه؟ هو مش ده برضك البيت بتاع الكبير أو أو؟ أو ماي جاد، سو كيوت، حلوين أوي ولاد الكلب دول. ما تلم نفسك يا دي، أنت في إيه؟ سوري مان، بهزر معاك. ها؟ ربنا هو بعت لك ولدين عشان ما تتخانقوش مع بعض في تسميتهم، ناوي تسميهم ايه؟ انا هسمي الواد ده هدوني عشان افتكرك وانت مسافر. حلوه منك قوي دي يا كبير، بجد. هسمي التاني ايه يا هدايا؟ انت اللي هتسميه يا جوني. لا، انا مش مامته، انت اللي مامته، هتسميه ايه؟ لا والله ما حد مسميه غيرك انت. ما هو خلاص، البيئة احرجني بأدبه، هنسميه ايه يعني غير العترة؟ بس على الورق الرسمي بس، في الحقيقة دلعوه أي حاجة تاني. بول، بقلط، حمودة، أي حاجة، أوكي؟ ماشي. يا كبير، فيه واحد مستنيك أنت وجوني تحت. مين ده؟ بيقول إن أخوك. أخويا إيه يا حاج درديري؟ ما أخويا ها؟ ما خبرش عاد، هو مستنيك تحت وخليص. طب ما تيجي يا معلم نشوف عايز إيه ده؟ تعالى نشوف. انا بصلاه على النبي، اسمي حزلقوم الكبير قوي قوي الكبير قوي قوي، هما اتنين قوي. اخونا؟ الله، انت اخواتي؟ يا ما انت كريم يا رب، يعني عندي اخ اشقر واخ الله، تعرفين احنا ناقصنا اخ صيني واخ اسمر ونبقى كل الانواع. بما اننا بقى اخوات ها؟ يبقى على رأي المثل إذا كنتوا أخوات اتحاسب. أنا شاكي براكب بالصلاة على النبي كده بمواصلاتي، هاخد من المراس السورس يعني اللي هو معناه التولت، وهاخد العمودية كمان. ماشي؟ يلا بقى، فين بقى المستندات بقى والكمبيالات والسكات وال ها؟ يا وقع مرابرابا، ده باينا هيبقى مرار طافح.